اولا لقطه صن داونز كان حال جماهير النادي الاهلي كله، مش احنا اللي نتغلب خمسه. الهزيمه كانت قاسيه، الدقيقه 60 وجمهور الاهلي في الاستاد كان واثق ان ممكن نغلب ونرجع رومنتادا. حصل اللي حصل وخرجنا. قبل ما اشكر اللعيبه اشكر جمهور الاهلي لغايه الدقيقه 90 واقف ورا اللعيبه وبيساندها. اللقطه دي خلت لعيبه الاهلي اتجمعوا في المنتصف ورجعوا اعتذروا للجماهير ووعدونا، وهم اوفوا بالوعد. بعدها بسنه حججنا البطوله وحججنا الثلاثيه، وان شاء الله هنحجج الخماسيه. النادي الاهلي هو نمبر 1 داخل مصر وخارج مصر في كل انحاء العالم. لا، اولا الحمد لله طبعا ده فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا كلنا، فضل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما بيضيعش اجر حد بيتعب. هرجع اقول تاني، يمكن احلى منظر واجمل منظر شفناه واروع منظر شفناه قدمه جمهور النادي الاهلي في برج العرب بعد مباراه سان داونز، مباراه العوده دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت. وشفنا قد ايه جمهور النادي الاهلي وهو بيحيي فرقته، رغم اللي هم عارفين كويس قوي اللي هم كانوا خسرانين 5 ورجعوا احنا كنا كسبنا 1-0، ولكن الجمهور ادى درس وادى رساله بناء عليها. كابتن محمود الخطيب طبعا لازم نشكره كلنا. يمكن النهارده ده نتيجه ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، نتيجه ناس تعبت، ناس اخلصت، كل واحد في مكانه عارف بيعمل ايه كويس قوي، الحمد لله رب العالمين. عشان كده وصلنا اللي احنا بنقول كره قدم في النادي الاهلي اوفت لجماهيرها. فانا واحد من الناس اللي انا بقول برضه متشكر لكره القدم، متشكر لكابتن محمود الخطيب، متشكر لجهاز كره القدم، الجهاز الفني بالكامل. انتوا رفعتوا راسنا كلنا، النهارده احنا واقفين الحمد لله رب العالمين عشان خاطر ناس فعلا اخلصت يعني سلمت امرها لله سبحانه وتعالى ووعد الجماهيرها واوفت. فجماهيرها شايلها في العينين ان شاء الله وفي الراس لغايه اما نكمل طموح جمهور النادي الاهلي. لا 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 لا